أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني على قناتكم قناة مصر للتعليم الفني بالتلفزيون المصري وبرنامجكم في بيتنا مدرسة. حلقتنا النهاردة هتكون مخصصة لطلبة التعليم الصناعي الأقسام المعمارية، وهيكون معانا إحدى التخصصات المعمارية وهو تخصص أعمال نجارة العمارة للصف الثاني. طبعا الحلقة النهاردة حلقة افتتاحية بنتعرف فيها على المواد اللي هيدرسها الطالب في الصف الثاني، هنعرف كل مادة ومحتواها العلمي وأهمية كل مادة وإزاي نستفيد منها وإزاي نتعلم المحتوى العلمي الموجود جوه كل مادة من هذه المواد. طبعا الأقسام المعمارية زي ما احنا عارفين عبارة عن شعب كتير، منها أعمال الخرسانة وأعمال النجارة وكمان أعمال التشطيبات وأعمال البناء والتشييد بجانب الأعمال الصحية وشبكات المياه والنحت المعماري. طبعا الحلقة بتاعتنا النهاردة هتكون بتدور حوالين منهج أعمال النجارة للصف الثاني. تعالوا مع بعض كده على السلايد نشوف الأقسام المعمارية ونشوف المواد المقررة على طلبة الصف الثاني وإزاي نستفيد منها. زي ما احنا شايفين على السلايد الأقسام المعمارية زي ما احنا ذكرنا من شوية، أول حاجة أول شعبة موجودة من الشعب المعمارية وهي شعبة فني أعمال الخرسانة، فني أعمال النجارة، فني الأعمال الصحية وشبكات المياه، كمان فني أعمال التشطيبات والبياض الزخرفي، وأعمال البناء والتشييد بجانب أعمال النحت المعماري. يبقى هي دي التخصصات الموجودة في أقسام العمارة. إحنا النهاردة يخصنا فني أعمال نجارة العمارة، إحدى التخصصات والشعب المعمارية طبعا لطلبة الصف الثاني. زي ما انتم شايفين ده طالب فني طبعا مرتدي او لابس وسائل الوقايه اللي المفروض طبعا اثناء التدريبات العمليه بيكون كل طالب لابس وسائل الحمايه المتمثله في الافرول والخوذه طبعا والسيفتي، وطبعا بيكون حريص على التدريبات العمليه عشان ينفذ الجزء النظري بالطريقه العمليه. تعالوا نشوف مع بعض المواد بتاعتنا. أول مادة موجودة عندنا وهي مادة التكنولوجيا. طبعا مادة التكنولوجيا درسناها في الصف الأول وعرفنا فيها أنواع الأخشاب وكمان عرفنا الأدوات والمعدات المستخدمة وتعرفنا على لفظ التعاشيق وعرفنا إزاي نعمل التعاشيق المستخدمة في أعمال نجارة العمارة. هنكمل بقى الجزء دوت ونبتدي نعمل تعاشيق أو مجمعة خاصة بنجارة الأبواب والشبابيك. قبلها طبعا هنبتدي نتعرف على المصطلحات الفنية المستخدمة في أعمال نجارة العمارة، هنعرف إيه هي المصطلحات ديت وهنبتدي نشوف المصطلحات الموجودة باللفظ العلمي وكمان الموجودة في سوق العمل الخارجي، لأن الهدف من التعليم الفني هو تخريج طالب فني مؤهل لمواكبة سوق العمل الخارجي. اللي يهمني طبعا أن يكون في طالب يقدر أن هو يشتغل ويلتحق بسوق العمل ويكون فعلا مدرب من الناحية العلمية والفنية وكمان من الناحية العملية. يبقى احنا كده ده الهدف الأساسي، ولكن في حالة أن الطالب حابب يكمل تعليم الجامعي من حقه طبعا أن هو يكمل، بس طبعا في اعتقاد خاطئ بالنسبة لطلبة التعليم الفني وهي أن أنا على طول ممكن لو جبت مجموع بدخل كلية هندسة مباشرة. طبعا الكلام ده غير صحيح. عشان ادخل كلية الهندسة بعد الصف الثالث اما عن طريق ان انا بعمل معادلة او عن طريق ان انا بلتحق باحدى المعاهد التكنولوجية او الفنية بجيب تقدير طبعا عن طريقها بدخل كلية الهندسة، وكده اصبح الطالب اللي هو بيعادل نظام الخمس سنوات. طبعا احنا بنتكلم على نظام الثلاث سنوات. يبقى انا ما اقدرش ادخل كلية هندسة مباشرة الا عن طريق عمل معادلة او عن طريق ان انا التحق باحدى المعاهد الفنية اجيب تقدير في الصف الثاني في التقدير العام، بعد كده ببتدي التحق بكلية الهندسة. ولكن مش معنى ذلك ان احنا عندنا كلية هندسة بس، ولكن موجودة عندنا كليات التربية وكليات التعليم الصناعي والمعاهد التكنولوجية وكمان المعاهد الفنية، بجانب عندنا معهد مهم جدا مخصوص لطلبة الاقسام المعمارية وهو معهد المساحة. الدراسة فيه بتكون سنة عن طريقها بيخرج تعليم حاصل على بيكون فن مساح، والفن المساح دوت بيكون مؤهل جدا ومطلوب جدا في سوق العمل الخارجي. وبرضه لو حابب يكمل في المجال الهندسي بيخش برضه كلية الهندسة لو هو جاب تقدير وحابب ان هو يكمل التعليم الجامعي. تعالوا مع بعض بقى نكمل بالنسبة للمواد الموجودة في الصف الثاني. واول مادة عندنا وهي مادة التكنولوجيا.
المادة التانية عندنا وهي مادة الرسم الفني، وموجودة طبعا خدناها في الترم الثاني في الصف الأول. طبعا المادة بقى اللي هتزيد علينا في الصف الثاني وهي مادة مهمة جدا، وهي مادة التخطيط وإدارة الإنتاج، ودي خاصة بحساب كميات الأعمال في الأعمال ونجارة الأخشاب المعمارية. كمان في عندنا مادة مهمة جدا هندرسها عشان تؤهلني وكمان أعرف ألتحق بمعهد المساحة، وهي مادة المساحة، وبيكون فيها جزء معمل وجزء خاص بالنظري. طبعا أي حاجة في التعليم الفني بيكون فيها جزء خاص بالنظري وكمان جزء خاص بالناحية المهارية المقصود بيها اللي هو الجزء العملي. كمان عندنا مادة الأمن الصناعي، ودي كانت موجودة معانا في سنة أولى مستمرة معانا في الصف الثاني، وكمان مادة الحاسب الآلي التي لا غنى عنها في التعليم الفني. طبعا احنا درسنا في الصف الأول في الحاسب الآلي مكونات الحاسب الآلي، وعرفنا المكونات بتاعتنا، وكمان خدنا إحدى مجموعة الأوفيس أو زي برنامج الوورد، خدنا برنامج الوورد في الصف الأول. هندرس بقى في الصف الثاني برنامج مهم جدا وهنستخدمه في مادة التخطيط، وهي برنامج الإكسل، وكمان هندرس برنامج خاص بالرسومات الهندسية وهو برنامج الأوتوكاد، سواء كان 2D أو 3D ثنائي أو ثلاثي الأبعاد. يبقى احنا كده عرفنا المواد اللي احنا هندرسها في المواد النظرية، حوالي 6 مواد بجانب طبعا المواد الثقافة العامة زي اللغة العربية وزي اللغة الإنجليزية، طبعا مادة التربية القومية والرياضيات وكمان الكيمياء والفيزياء بجانب التربية الدينية. تعالوا مع بعض بقى نشوف النهاردة أول مادة عندنا المنهج ومحتواها والمادة العلمية فيها بتكون شكلها عامل إزاي. طبعا أول مادة عندنا وهي مادة تكنولوجيا أعمال النجارة الصف الثاني، أول محتوى عندنا وهو خاص بالاصطلاحات الفنية. الوحدة الثانية هتتكلم عن الإكسسوارات المستخدمة في أعمال نجارة العمارة. الباب الثالث أو الوحدة الثالثة العبارة عن أو هنتكلم عن الماكينات المستخدمة في أعمال النجارة، والوحدة الأخيرة وأهم وحدة وهي نجارة الأبواب والشبابيك، لأن دي هتكون مستمرة معانا مع زيادات مثل الأرضيات وأعمال التجليد في الصف الثالث. يبقى أنا عندي بندرس في الترم الأولاني الاصطلاحات الفنية المستخدمة في أعمال النجارة، الوحدة الثانية الإكسسوارات المستخدمة، ثم الماكينات المستخدمة في أعمال النجارة، وبعد كده بنبتدي نشتغل نجارة الأبواب ونجارة الشبابيك. تعالوا مع بعض كده نستعرض أول بعض المصطلحات الموجودة في أعمال نجارة العمارة، وأول مصطلح عندي وهو الحلق. والحلق ده عبارة عن عضو خشبي أو إحدى المكونات الخشبية مكون من قائمين ومعبرة، وأطلق لفظ معبرة بهذا الاسم لأنه بيتم العبور من خلالها. يبقى أنا عندي الحلق عبارة عن أيمين ومعبرة، ودي بتثبت مع الحائط بواسطة الكنت. يبقى أول حاجة الحلق هو جزء الباب الثابت الذي يتلقى الدرف، وهو يتكون من قائمين ومعبرة، وسميت المعبرة بهذا الاسم لأنه بيتم العبور من خلالها. ده أول تعريف وأول مصطلح عندنا وهو مصطلح الحلق. طبعا تعريف المعبرة هي السطح الأفقي العلوي للفتحة، وقلنا أطلق لفظ معبرة بهذا الاسم لأنه بيتم العبور من خلالها. عندي بعد كده الاسطامة أو قائم الاسطامة، وهي عبارة عن قوائم الدرف الخارجية، والاسطامة دوت هو القائم الخارجي للباب اللي بركب فيه الكالون، لذلك أطلق على الكوالين التي تركب في القائم الخارجي لفظ كالون داخل الاسطامة، لأن الاسطامة هي القوائم الدرف الخارجية. عندنا المصطلح الثالث أو الرابع تجليد أو تكسية، والتجليد والتكسية ديت عندنا بناخدها عبارة عن تكسية أرضيات وعبارة عن تكسية حوائط، ولفظ تجليد بيطلق على تغطية الأسطح سواء كانت حوائط أو أرضيات بالأخشاب لإعطاء المكان رونق وبهاء. زي ما أنتوا عارفين أن تغطية الأخشاب في المكان بيدي للمكان بهاء طبعا بسبب التجازيع الخشبية والدهانات اللي بتبين شكل وجمال الأخشاب لإعطاء المكان طبعا رونق والبهاء الموجود فيها من حيث التصميم. كمان عندنا لفظ أو مصطلح استعدال، وطبعا استعدال ده درسناه في الصف الأول وعرفنا أن الاستعدال هي أول عملية تجرى على الأخشاب للوصول إلى مسطحات مستوية ما بيكونش فيها أي انحناءات أو اعوجاج، عشان خاطر بيكون عملية التشطيب بتكون سهلة وكمان ميسرة.
لفظ دفينة خشبية، طبعا من لفظ دفينة هي حاجة مدفونة، وطبعا دفينة خشبية يبقى هي عبارة عن قطع من الخشب بتكون مدفونة داخل الحائط. وبنعملها كده ليه؟ عشان نثبت عليها بعض الأجزاء الخشبية، سواء كان زي البر في الأبواب والشبابيك، وكمان زي أعمال التجليد والأرضيات الخشبية. لفظ تفصيل، عندنا اللفظ السابع تفصيل، طبعا احنا هناخد بعض المصطلحات المهمة طبعا والدرجة اللي موجودة عندنا وهنستخدمها بكثرة. طبعا لفظ تفصيل وهي عملية اختيار الأخشاب بالقطاعات اللازمة وتقطيعها وشقها بحيث ان احنا نقدر نوفر اقل قدر ممكن من استهلاك الأخشاب. يبقى احنا كده عرفنا بعض المصطلحات المستخدمة في اعمال النجارة. بعد كده هنبتدي ندرس ايه هي مكونات الحلوق. مكونات الحلوق لما احنا ذكرنا من لفظ الحل، الحل العادي للباب العادي مكون من قائمين ومعبرة، وكمان عندي الباب الوحيد اللي بيبقى فيه جلسة بيكون هو باب البلكونة، لان بيستقبل نوعين من الدرف، دولف شمسية بتفتح للخارج ودولف ازاز بتفتح للداخل. وطبعا دولف شمسية اطلق لفظ هذا الاسم لان طبعا الدولف الشمسية بتكون موجود فيها ورق بيسمى ورق الشمسية. ورق الشمسية من مميزاته حجب أشعة الشمس وحجب رؤية ما بداخل الحجرة، دي عشان كده سمينا الدولف لفظ دولف شمسية. وطبعا ورق الشمسية بيكون سمكه 1 سنتي وبيتعمل على مكنة من ماكينات النجارة تسمى مكنة الملكان، وبيتعمل على زاوية 45 بيكون مائل لجهة الخارج. يبقى احنا كده عرفنا ان الحل الباب العادي مكون من قائمين ومعبرة، لكن باب البلكونة الباب الوحيد اللي بيكون فيه جلسة. وعرفنا ليه بيكون فيه جلسة، لان بيستقبل نوعين من الدلف، دلف ازاز بتفتح للداخل ودلف شمسية بتفتح للخارج. وعرفنا لفظ شمسية اطلق ليه، عشان ورق الشمسية واللي هو من مميزاته حجب اشعة الشمس وحجب رؤية ما بداخل الحجرة، وكمان عمل تجديد داخل الحجرة تهوية، يعني لان موجود الفراغ ما بين الورقة والورقة بيكون حوالي 3 سنتي. اما حلوق الشبابيك عبارة عن قائمة ومعبرة وجلسة، طبعا جلسة لان بيتم الجلوس عليها اثناء النظر الى الخارج. يبقى احنا كده عرفنا مكونات الحلول للابواب العادية وكمان ابواب البلكونات وكمان الشبابيك المستخدمة في اعمال النجارة. زي ما انتم شايفين على السلايد تكوين الحلول، بيتكون حلق الباب العادي من قائمين راسيين ومعبرة افقية اللي هي العلوية. حلق البلكونة هو الحلق الوحيد اللي موجود فيه جلسة، فبيتكون من قائمين ومعبرة وجلسة لهما تفريزان إحداهما للدلف الشمسية والآخر للدلف الزجاجية. طبعا الدلف الزجاجية دي بتسمى في صراع شرائح زجاجية، لأن طبعا الفراغ الموجود الكبير بيكون فارغ موجود للزجاج. وتتكون حلوق الشبابيك من قائمين ومعبرة وجلسة. يبقى الشبابيك قائمين ومعبرة وجلسة، لكن الباب قائمين ومعبرة. الباب الوحيد اللي هيكون فيه جلسة هو باب البلكونة. زي ما انتم شايفين ده صورة توضح طريقة تثبيت الحلق في الحائط. طبعا بنثبت الحلق في الحائط بواسطة الكنات، وعددهم 3 كنات، بركب 3 يمين و3 شمال، وطبعا بتثبته في الحائط بواسطة الكنات. ودي شكل انواع الكنات المستخدمة، اما بيكون ليها شكل ديل وراس بتثبت احداها في الحلق بالمسامير، والتانية بتثبت في الحائط عن طريق عمل شنيشة، والشنيشة دي عبارة عن فتحة في الحائط عشان يتركب فيها الكنة ويبتدي يحبش عليها بالاسمنت. زي ما انتم شايفين انا محتاج 6 كنات في تركيب الحلق للباب، 3 يمين و3 شمال. طبعا هنبتدي نشوف بقى اوضاع تركيب الحلوق. عندي 3 اوضاع لتركيب الحلوق، اما بركب الحلق على حائط سمك 12 سنتي، فبركب البر في الحالة دي من الجهتين. لو ركبت الحلق على حائط سمك 25 هيتركب من الجهة الاولانية بر للداخل، وهتركب باكيتة او اللفظ العلمي ليها صمدونة زي ما انت شايفين، او بيطلق عليها في السوق ربع عمود. يبقى انت كده خدت اللفظ اللي احنا بندرسه في الدراسة، ولكن اللفظ الصحيح في العلمي بتسمى صمدونة، وفي السوق بتسمى ربع عمود. زي ما انتم شايفين لو احنا ركبنا الحلق في منتصف الحائط بركب صمدونة من الجهتين او ربع عمود من الجهتين. يبقى انا عندي 3 اماكن او 3 اوضاع لتركيب الحلوق. اول حاجة بركب الحلق على حائط سمك 12 يبقى البر من الجهتين، بركب الحلق على سمك 25 يبقى البر من جهة وربع عمود او صمدونة من جهة تانية. لو بركب الحلق في منتصف حائط سمك 25 يبقى هتبقى صمدونة من الجهتين.
ده كان خاص بالوحدة الأولى. الوحدة الثانية بنتكلم عن الإكسسوارات المستخدمة في أعمال النجارة، وبيطلق عليها برضو الخردوات المستخدمة في أعمال النجارة. تعالوا مع بعض كده نستعرضها. زي ما انتم شايفين الاكسسوارات المستخدمه في عمل النجاره، زي طبعا المقابض بانواعها، كمان المفصلات بانواعها، وهنبتدي طبعا ان شاء الله في الحلقات القادمه هنبتدي ندرس موضوع الاكسسوارات بشكل دقيق ونعرف كل نوع ومقاساته وانواعه. وكمان عندي مفصله مهمه جدا بتستخدم تسمى مفصله مروحه. مفصله المروحه دي عباره عن مفصلتين زي ما انتم شايفين متثبتين مع بعض بجناح في الوسط، وجناحين احداهما بيثبت فيه الحل والتاني بيتثبت فيه الضلفه، عشان بتساعد على عمليه الفتح والغلق في الاتجاهين. عشان كده بيطلق على الابواب التي تركب بها مفصلات مروحة تسمى مفصلات أبواب مروحة. من ضمن برضو الاكسسوارات المستخدمة زي ما انتم شايفين الكوالين، سواء كالون لطش على وجه الباب او داخل الاسطامة. وعرفنا ان تعريف الاسطامة هو القائم الباب الخارجي، عشان كده بنسمي الكوالين التي تركب في القوائم الخارجية بلفظ كالون داخل الاسطامة. كمان في عندنا من ضمن الاكسسوارات اجهزة الانزلاق التي تركب في الابواب المنزلقة. وعندي نوعين من الابواب المنزلقة، اما ابواب بتنزلق على وجه الحائط وتسمى بالابواب المنزلقة على وجه الحائط، او الابواب التي تنزلق ذهابا وايابا داخل تجويف في الحائط وتسمى الابواب المنزلقة داخل الحائط. واللي بيساعد على انزلاق الدرف هو جهاز انزلاق بيركب من اعلى ودليل من اسفل، بيمنع انخلاع الباب اثناء عملية الفتح والغلق. طبعا من ضمن الاكسسوارات الاجهزة الانزلاق المستخدمة في الابواب، زي ما انتم شايفين ادي جهاز الانزلاق بيركب فيه الراس العليا، طبعا ده الدليل الذي يركب من اسفل، ودي انواع الكوالين سواء كان داخل الاسطامة او كالون لطش. كمان في الشبابيك بنستخدم حاجة اسمها سبانيولة، وعندي نوعين من السبانيولات، اما سبانيولة افرنجي بتركب في الدرف والشرائح الزجاجية زي ما انتم شايفين، وكمان سبانيولة بلدي ودي بتركب في الدرف الشمسية اللي هي موجودة في ابواب البلكونات او الشبابيك الشمسية وزجاج زي ما انتم شايفين، دي بنسميها سبانيولة بلدي. الباب الثالث اللي موجود عندنا في التكنولوجيا خاص بالماكينات المستخدمة في أعمال النجارة. طبعا احنا درسنا في الصف الأول العدد المستخدمة في أعمال النجارة، وطبعا قلنا ان العدد المستخدمة تذكرة سريعة كده، قلنا في منها عندي عدد القياس والعلام والضبط، زي طبعا القلم الرصاص وزي الزاوية وزي الشنكار، وقلنا في عدد عندنا خاصة بأعمال الطرق والربط والفك زي الدقماء وزي الشواكيش بأنواعها، وكمان عندنا عدد الشق والنشر زي فصيلة السراق زي سراق التمساح وسراق الظهر والسحق بأنواعها، وكمان عندنا عدد المسح والتصفية زي الفراد بأنواعها، وعندنا عدد كمان بتساعدني في تنفيذ المشغولات الخشبية زي البنوك الخشبية وزي الزراجين اللي بنستخدمها. وكمان النهاردة بقى أو في الصف الثاني هندرس الماكينات الموجودة في أعمال النجارة. زي ما في عدد يدوية طبعا بيكون في ماكينات حديثة، لأن طبعا احنا قلنا أن مهنة النجارة من المهن القديمة، ولكنها أخذت في التطور مع تطور الإنسان وتطور التكنولوجيا الحديثة وأصبحت ما عليه الآن فنا حقيقيا يحتذى به، بجانب كونها حرفة لم تندثر. وطبعا يكفي مهنة النجارة شرفا أنها كانت مهنة نبي الله سيدنا نوح عليه السلام. فطبعا هندرس من ضمن الماكينات الموجودة وفي التكنولوجيا الحديثة، وهي ماكينات المستخدمة، ودي وحدة الوحدة الثالثة الخاصة بالماكينات المستخدمة في أعمال النجارة. زي ماكينة منشار الشريط، زي ماكينة منشار الصينية، ودي بنستخدمها سواء في القطع الطولي أو العرضي زي ما انتم شايفين، وبيكون في كفر بيغطي سلاح الصينية عشان منعا لوقوع حوادث، لأن احنا هندرس في الصف الثاني مادة خاصة بالسلامة والصحة المهنية وهي مادة الأمن الصناعي. من ضمن الماكينات المستخدمة في عمليات المسح والتصفية واستعدال الأخشاب مكنة الربو، وكمان مكنة التخانة، وطبعا طبعا مفيش مكان في التعليم الفني إلا وهتلاقي الماكينات دي كلها موجودة، وطبعا بندرب الطلبة، ولكن ما انصحش الطلبة ان هي تشتغل على الماكينات إلا من خلال مدرب مختص هو اللي يكون بيساعدني على أثناء الوقوف على الماكينات.
كمان عندي بالنسبه للماكينات المستخدمه في اعمال النقر زي مكنه المنقار ذات البنطه الافقيه زي ما انتم شايفين، بركب قطعه الخشب واثبتها، وكمان بستخدم الدراعات في عمليه النقر الافقي وكذلك في عمليه النقر الراسي، وكمان في ماكينات بنستخدمها في عمل التلسين. طبعا ادي مكنه الملكان اللي احنا بنقول بنعمل عليها ورق الشمسيه زي ما انتم شايفين، ادي ايمين بتثبته وبيبتدي يتعمل النقر او نقر الموجود للورق الشمسيه على زاويه 45، بيكون ماء اللي جهه الخارج وقلنا بنعمله في الدلف الشمسيه، لذلك بيطلق على في الصناعه لفظ ملكان لابواب البلكونات والابواب الشمسيه والزجاج. كمان برضو بنستخدم ماكينات في عمل الحلايا، وطبعا من كلمة حلية يعني بتحل المشغولات الخشبية، بنعمل فيها بعض الأشكال اللي بتاخد شكل الحليات علشان تديني بهاء وفخامة للقطع والمشغولات الخشبية بعد عملية التركيب أو التنفيذ. طبعا كمان احنا بناخد جزء خاص باعمال الالومنيوم، فبنستخدم فيه بعض العدد والادوات والماكينات، ومنها منشار الديسك الذي يستخدم في بكثره في اعمال الالومنيوم، في اعمال القطع وفي اعمال الشق زي ما انتم شايفين. ادي اعمال الالومنيوم وهندرسها طبعا، هناخد منها جزء كبير جدا في الصف الثالث. الجزء المهم اللي احنا ذكرنا في بداية الحلقة في مادة التكنولوجيا وهو خاص بأعمال نجارة الأبواب والشبابيك. طبعا في نجارة الأبواب والشبابيك بندرس مجموعة من الأبواب ومجموعة من الشبابيك، تقريبا بناخد حوالي 4 أو 3 أبواب وبناخد 3 شبابيك. من ضمن الأبواب الأبواب الحشو، بس قبل ما نقول أنواع الأبواب لازم نعرف إيه هي الأبواب وانواعها ايه وبتركب ازاي. طبعا انواع الابواب في عندي نوعين، ابواب مؤقته وابواب مستديمه. الابواب المؤقته موجوده بشكل مؤقت وتستعمل في الاعمال قليله الاهميه زي ابواب المخازن، الباب ده انا بركبه بشكل مؤقت، بعد كده المخزن ده هيكون مكان انا اشتغل فيه فببتدي اركب له باب مستديم. يبقى انا عندي ابواب مؤقته بتستعمل في الاعمال قليله الاهميه وتركب بشكل مؤقت. اما النوع الثاني من الابواب وهي الابواب المستديمه، طبعا من لفظ مستديمه هي موجوده. طبعا الابواب المستديمه بتنقسم الى ابواب داخليه موجوده جوه الشقه وابواب خارجيه موجوده خارج او لابواب الشقق والمنازل. والابواب الداخليه دايما بتكون اما حشو او تجليد او فارغ زجاج جوه الشقه، اما الابواب الخارجيه لابد ان هي تكون ابواب حشو. يبقى احنا عرفنا ان الابواب ابواب مؤقته وابواب مستديمه، وعرفنا الابواب المؤقته وعرفنا الابواب المستديمه وانواعهم. بالنسبة لمواضع تركيب الأبواب إما داخليا أو خارجيا، وقلنا الأبواب الداخلية إما بتكون تجليد أو فارغ زجاج، أو أما الأبواب الخارجية لازم تكون أبواب حشو. تعالوا مع بعض كده نشوف برضو. زي ما انتم شايفين تكنولوجيا أعمال النجارة مقسمين الجزئية ديت أو الوحدة دي لنجارة أبواب ونجارة شبابيك. في نجارة الأبواب هندرس الأبواب الحشو الداخلية بأنواعها، وكمان هندرس الأبواب الفارغ زجاج اللي هم 4 دلف وبحشوات من أسفل، وكمان هندرس في نجارة الشبابيك شبابيك المناور بأنواعها، وكمان شباك المنور وهنركب له مصبعات حديد عشان خاطر زيادة في الأمان، لأن الشبابيك دي طبعا خاصة بشبابيك المناور. طبعا بالنسبة للصف الثاني بناخد أشكال بسيطة، لكن في أنواع كتير جدا من الشبابيك ولكن هندرسها في الترم الثاني وفي الصف الثالث. يبقى زي ما انتم شايفين في نجارة الأبواب هنقول ندرس اللي هم البابين، باب حشو داخلي ضلفة واحدة وباب فارغ زجاج، طبعا الاثنين داخليين يعني بيركبوا من الابواب او من ضمن الابواب الداخليه. هنبتدي طبعا نتكلم عن هذه الابواب والشبابيك من حيث عناصر. العنصر الاولاني بيكون لو احنا حابين نتكلم عن نجاره الابواب والشبابيك بنثبت عناصر عشان نقدر ان احنا نتمكن من الماده العلميه. زي ايه؟ يعني هنتكلم سواء كان في باب حشو داخلي او باب فارغ زجاج او شبابيك المناور بانواعها، هنبتدي نحط لها عناصر نبتدي نشتغل عليها. زي ايه؟ زي اولا الاستعمالات، هنعرف الباب او الشباك بيستعمل في ايه. بعد كده بنتكلم عن المكونات، يبقى العنصر الثاني بنتكلم عن المكونات، والمكونات دي بيطلق عليها لفظ التفاصيل الإنشائية، يعني مكونات الباب أو الشباك. بعد كده بنتكلم عن قطاعات الأخشاب، مهم جدا إن احنا نعرف قطاعات الأخشاب في مادة التكنولوجيا لأن هتفيدني في مادة الرسم وكذلك في المادة الجديدة عليا وهي مادة التخطيط وإدارة الإنتاج. يبقى قطاع أول حاجة الاستعمالات، بعد كده بنتكلم عن المكونات أو التفاصيل الإنشائية، بعد كده بنتكلم عن قطاعات الأخشاب وكمان الإكسسوارات اللي احنا اتكلمنا عليها، بنشوف الباب ده محتاج إيه في الإكسسوارات بتاعته، بعد كده بنتكلم عن طريقة التنفيذ وطريقة التركيب.
بالنسبة لطريقة التركيب يكاد تكون متشابهة، ولكن مع اختلاف شكل ومكونات الباب. بمعنى أصح، أنا عندي في طريقة التنفيذ سواء للأبواب والشبابيك، أول حاجة تجهيز الأخشاب، بجهز الخشب بتاعي بالمقاسات والقطاعات المطلوبة طبقا للرسومات. جهزت الخشب بتاعي، ابتدي اعمل له عمليه مسح وتصفيه. ليه؟ لان الخشب بيجي لي من المغلق، والمغلق ده هو المكان اللي انا بجيب منه الاخشاب بتاعتي. بجيب الخشب من المغلق، الخشب بيجي غشيم زي ما انتم شايفين. ادي مثلا زي ما انتم شايفين، ده عباره عن قطعه من الخشب. لو الخشب لما بيجي من المغلق بيكون غشيم، يعني بيبقى عليه وبره. الوبره دي لو انا ابتدي عمليه التنفيذ ممكن تعمل لي عمليه اصابه، ولكن اول حاجه ببتدي اعمل لها عمليه مسح وايه وتصفيه. يبقى اول حاجه في طرق التنفيذ تجهيز الاخشاب بالمقاسات والقطاعات المطلوبه طبعا طبقا للرسومات. ابتدي اعمل عمليه مسح وتصفيه الاخشاب عشان احدد وابتدي اعرف انفذ. بعد كده ابتدي افصل تفصيل اجزاء الاخشاب سواء كان باب او شباك، طبعا بالعلام والشنقره، ثم تتم عمليه الشق والنشر مع مراعاه طرق الزيادات. والزيادات اللي احنا هنتكلم عليها دي طبعا لازم نعرفها، لان طبعا برضو هناخدها في ماده التخطيط، وهو زيادات التشغيل عندي هي الضفر والتلسين. طبعا لو انا حبيت ابتدي اعمل نقر في مكان، لازم احمل معايا اثناء التشغيل 5 سم للضفر، وهوضحها برضو في بعض الرسومات عشان خاطر تكون سهله وميسره ليكم، وتقدروا ان انتوا تنفذوا التمارين بواسطه زيادات التشغيل. يبقى عندي بعد كده تفصيل اجزاء الاخشاب بالعلام والشنقره، ثم الشق والنشر مع مراعاه طرق الزيادات اللي هي الضفر والتلسين. بعد كده ببتدي اجمع، بعشق القوايم مع الروس نقر ولسان. بعشق القوايم مع الروس نقر ولسان، زي مثلا التعشيقه دي اللي احنا خدناها في الصف الاول اهو. اجمع القوايم مع الروس بتعشيق النقر والايه واللسان. بعد كده ببتدي اقصب الزيادات بتاعتي اللي انا كنت عاملها عشان تحمل معايا في التنفيذ. طب خلاص نفذت وجمعت، ابتدي اقصب الزيادات بتاعتي. بعد كده بتتم عمليه التشريب والتنعيم، والغرض من التشريب والتنعيم ان جعل المشغولات الخشبيه سواء كانت ابواب او شبابيك او ارضيات او سلالم تكون في مستوى واحد، وطبعا تبان للشخص اللي هيركب الباب ان الباب ده قطعه واحده، لان هو ده الغرض من عمليه التعشيق. يبقى طريقه التنفيذ طبعا تجهيز الاخشاب، مسح وتصفيه الاخشاب، ببتدي افصل، ببتدي اجمع، ببتدي اقصب الزيادات، واعمل عملية تشريب وتنعيم. دي الست عناصر الخاصة بطريقة التنفيذ. بالنسبة لطريقة التركيب، وده العنصر الأخير في شرح الأبواب والشبابيك أو في نجارة الأبواب والشبابيك، عندي ثلاث عناصر. أول حاجة بركب الحل، وأنا عرفت الحل أيمين ومعبرة في الشباك، أيمين معبرة جلسة. بركب الحل مع الحائط بواسطة الكيانات، وطبعا شفنا صورة توضيحية للكلام ده. بركب الحل مع الحائط بواسطة الكيانات مع مراعاة ضبط رأسية القوايم وأفقية المعبرة بواسطة ميزان المياه. لازما الباب يتوزن، لأن الحل لو ما توزنش مش هيساعد على عملية الفتح والغلق بشكل سهل وميسر. فلازما الباب يكون موزون بميزان المياه. بعد كده ببتدي أركب الدولف بتاعتي بالحل بواسطة المفصلات. يبقى أول حاجة بركب الحلق بالحائط بالكيانات مع مراعاة ضبط رأسية القوايم وأفقية المعبرة بواسطة ميزان المياه. تركيب الدولف بالحلق بواسطة المفصلات، تركيب باقي الاكسسوارات بتاعتي زي المقابض والأقر والكوالين باستخدام المسامير البورما والايه والمفك. يبقى احنا قلنا طريقة التنفيذ وطريقة التركيب احدى العناصر اللي هم الخمسة الموجودين في شرح نجارة الأبواب والشبابيك. تعالوا مع بعض كده نشوف. طبعا احنا قلنا نجارة الأبواب والشبابيك، وعرفنا الأبواب الموجودة عندنا والشبابيك الموجودة عندنا. تعالوا بقى نشوف ايه هي العناصر اللي احنا قلنا عليها. اول عنصر بنتكلم عن الاستعمالات، وطبعا خلي بالك قلنا ان الابواب في منها ابواب مؤقته وابواب مستديمه. من حيث مواضع التركيب، ابواب داخليه وابواب خارجيه. بعد كده بنتكلم عن المكونات او ما يطلق عليها التفاصيل الانشائيه. يبقى طبعا اول حاجه الاستعمالات، بعد كده التفاصيل الانشائيه او المكونات. بعد كده العنصر الثالث بنتكلم عن قطاعات الاخشاب والاكسسوارات المستخدمه، ويفضل بدام هنقول قطاعات الاخشاب نحطها جوه جدول، وهعلمك ازاي تعمل الجدول. وكذلك برضو بالنسبه للاكسسوارات نحطها جوه جدول. مهم جدا وانت بتمتحن يكون في تنظيم لورقه الاجابه، من ضمنها ان انت تحط قطاعات الاخشاب والاكسسوارات جوه جدول قطاعات الاخشاب او الاكسسوارات المستخدمه. بعد كده بنتكلم عن طريقه التنفيذ، وذكرنا طبعا الست عناصر في اثناء التنفيذ. بعد كده طريقة التركيب في فتحة المباني، قلناها طبعا وذكرنا طريقة التنفيذ وطريقة التركيب. يبقى دول الخمس عناصر اللي بتكلم في نجارة الأبواب والشبابيك من خلالهم.
طبعا بجانب مادة الرسم الفني أو الرسومات الفنية. طبعا زي ما احنا قلنا نجارة الأبواب والشبابيك بتنقسم الأبواب من حيث الاستعمال إلى أبواب مؤقتة وأبواب مستديمة، وذكرنا قلنا أن الأبواب المؤقتة موجودة بشكل مؤقت وتستعمل في الأعمال قليلة الأهمية زي أبواب المخازن، أما الأبواب المستديمة بتنقسم من حيث مواضع تركيبها إلى أبواب داخلية وأبواب خارجية، وقلنا الأبواب الداخلية بتكون إما حشو أو تجليد أو فارغ زجاج، أما الأبواب الخارجية لابد أن هي تكون أبواب حشو طبعا. وذكرنا طبعا الخطوات الواجب اتباعها، سؤال بيجي في الامتحان مهم جدا نركز عليه جامد، الخطوات الواجب اتباعها عند تنفيذ الأبواب والشبابيك على ماكينات النجارة، وطبعا ممكن يكون خاص بإحدى الأبواب والشبابيك ولكن الخطوات تكاد تكون متشابهة. ويجرى تنفيذ هذا الباب باستخدام ماكينات النجارة أو الأخشاب على النحو التالي: أولا تجهيز الأخشاب بالمقاسات والقطاعات المطلوبة طبقا للرسومات، زي ما احنا اتفقنا طبعا بلبس وسائل الوقاية بتاعتي، الأفرول، الخوذة، الجوانتي، السيفتي، علشان خاطر تكون بعمل عملية حماية شخصية من طبعا التعرض للحوادث الموجودة. زي ما انتم شايفين بجهز الخشب بتاعي بالمقاسات والقطاعات المطلوبة، وقلنا ان الخشب بتاعنا بنجيبه من مكان بيسمى باسم المغلق. بعد كده بتتم عملية المسح والتصفية لتحديد السمك المطلوب وضبطه على الزاوية، طبعا بتتم عملية المسح بواسطة مكنة التخانة. بعد كده ببتدي أفصل أجزاء الباب أو الأخشاب بالعلام والشنقرة، ثم الشق والنشر مع مراعاة ترك الزيادات مثل الضفر والتلسين، طبعا بتتم عملية الشق والنشر على مكنة المنشار ومكنة الصينية. بعد كده بنبتدي نعمل النقر والشرح للسان وكمان المفحار والتفريز وجميع الحلايا باستخدام طبعا مكنة المنقار وباستخدام مكنة الحلية. بعد كده بيتم تجميع ضرف كل الأبواب أو الأخشاب بتعشيق الأوائم مع الروس بتعشيق النقر واللسان، ولكن لو موجود حشوات فتركب في المفحار المعد لها زي ما انت شايف من الرسمة دي. ببتدي أجمع الباب بتعشيق الأوائم مع الروس نقر والإيه واللسان. بعد كده بنبتدي نعمل عملية ضبط الباب ونقصب الزيادات بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها الضفر والتلسين، ثم تتم عملية التشريب والتنعيم عشان المشغولات الخشبية اللي احنا نفذناها تصبح قطعة واحدة. أما بالنسبة لطريقة التركيب في فتحة المباني زي ما احنا قلناها من شوية، أول حاجة بيثبت الحلق في الفتحة المعدة له بالكانت، يبقى أول حاجة بركب الحلق بالكانت، بعد ضبطه رأسيا وأفقيا بواسطة ميزان المياه، لازم الباب يتوزن او الحلق يتوزن بميزان المياه عشان يكون عملية الفتح ميسرة وسهلة وكمان بشكل متقن، مع مراعاة ان يكون الحلق بارز. طبعا احنا بنركب الحلق على وجه الحائط فلازم ان يكون الحلق اكبر من الحائط، طبعا الحائط بيكون سمك 12 والحلق 15 فبيكون حوالي 3 سنتي، بيكون في رفرفة 1.5 يمين من جوه ومن بره عشان خاطر الراجل لما يجي يعمل المحارة بتاعته او البياض بتاعه بيمشي مع الحلق. يبقى بيثبت الحلق في الفتحة المعدة له بالكانات بعد ضبطه رأسيا وافقيا بميزان المياه، مع مراعاة أن يكون الحلق بارز عن وجه المباني بمقدار سمك البياض اللي بيحدده مين الحلق أو رفرفة الحلق. زي ما انتم شايفين ادي الفني بيظبط طبعا بميزان المية المعبرة، وكمان بيظبط الأوايم عشان خاطر تكون التركيب سليم وكمان عملية الفتح تكون سليمة. زي ما انتم شايفين بعد كده بيبتدي يركب الباب او الدرف بالحلق بواسطه المفصلات ويبتدي يجرب، طبعا بعد كده بيركب بقى الاكسسوارات ويبتدي يشوف الباب تمام، لو في اي زيادات طبعا بيبتدي يستخدم الفاره عشان يكون عمليه الفتح طبعا موجوده وسهله في الفتح والغلق. طبعا بعد كده بيركب بقى الاكسسوارات زي المقابض والاقر بعد ما تم التشطيب والدهانات بواسطه المسامير البرمه والايه والمفك. يبقى احنا اتكلمنا عن باب مهم جدا خاص بنجارة الابواب والشبابيك، وده مستمر معانا في الترم الثاني وكمان في الصف الثالث. طبعا اهتم بيها، ركز على عناصر الاستعمالات المكونات طريقة التنفيذ وقطاعات والاخشاب والاكسسوارات المستخدمة وطريقة التركيب. لو انت قدرت ان انت فعلا تشرح نجارة الابواب من حيث العناصر دي وثبتها، يبقى انت هتقدر ان انت تتمكن من نجارة او نجارة العمارة. وكمان دايما التكنولوجيا بتكون مدعمة بالرسم، يعني اشرح مع الرسم، اذكر مع الرسم، دايما التكنولوجيا بيكون فيها جزء نظر وشرح وكمان لازما فيها بعض الرسومات. طب الرسومات دي هنتعلمها منين؟ طبعا من مادة الرسم الفني اللي هي المادة التانية. تعالوا نشوف مع بعض كده المطلوب في مادة الرسم الفني.
طبعا المادة التانية عندنا مادة الرسم الفني، بيتم رسم فيها القطاعات سواء كان طبعا القطاعين الأفقي والجانبي. طبعا دي حاجة جديدة علينا هنبتدي نتعلمها، ولازم نعرف ان انا برسم قطاع أفقي وجانبي والمسقط الرأسي للأبواب والشبابيك، ولكن بيتم استخدام مقياس الرسم 1:10 بالنسبة لي في رسم الأبواب، 1:5 في رسم الشبابيك. معناها ان كل 10 سنتي في الطبيعة بيقابل 1 سنتي على الرسم، يعني كل 10 سنتي في الطبيعة هرسمها على اللوحة 1 سنتي، أو عشان تكون ميسرة ليك بقسم الطول في الطبيعة على مقياس الرسم اللي هو 10 يديني مقدار الرسم أو الأبعاد على اللوحة. بعد كده برسم بمقاس 1:5، ومعناها ان كل 5 سنتي في الطبيعة بيقابلها 1 سنتي على الرسم، او نرسم الطول في الطبيعة على مقياس الرسم. تعالوا مع بعض كده نشوف اول رسمة عندنا، وهي شباك المنور. طبعا انا ببتدي باخد الاجزاء البسيطة، بعد كده طبعا في اشكال مختلفة من الابواب والشبابيك، وكمان بيزيد علينا الارضيات والسلالم الخشبية، ولكن مش هقدر اوصل للكلام دوت الا عن طريق بدايات طبعا بسيطة ان احنا نتمكن من مادة الرسم الفني. زي ما انتم شايفين ده المشروع كامل عبارة عن القطاع الافقي. طب القطاع الافقي ده جه منين؟ عن طريق ان انا قطعت في المسقط الرأس اهو للشباك، وبصيت في الاتجاه الافقي، فيرسم لي حائط يمين حائط شمال، وابتدي ارسم قائم الحلق يمين وشمال وقائم الضلفة، واللي موجود ما بينهم مين؟ الزجاج، لان ده شباك زجاجي ضلفة واحدة. بعد كده ببتدي ارسم القطاع الجانبي زي ما انتم شايفين بيشبه القطاع الافقي، ولكن بركب هنا العتب. تمام كده؟ بعد كده بطلع من الاثنين المسقط الرأسي، وطبعا المسقط الرأسي مقسوم نصين عشان يبين ان هو مركب على حائط سمك 25، فهيبان من جهة بر وهيبان من الناحية التانية اللي هي الايه؟ الصمدونة او ربع عمود اللي احنا ذكرناهم في اوضاع تركيب الحلول. تعالوا كده نشوف اللوحة. اول حاجة برسمها في اللوحة القطاع الافقي، ببتدي انظم اللوحة بتاعتي وبعمل البرواز بتاعي 1 سنتي من جميع الجهات، وابتدي اعمل جزء خاص 5 سنتي من اسفل، وده عنوان للوحة. ببتدي اكتب فيها اسمي، وببتدي اكتب اسم المشروع، وبكتب مقياس الرسم المستخدم. بعد كده ببتدي من ناحية الشمال برسم القطاع الافقي بمقياس رسم 1:5، لان احنا اتفقنا ان الشبابيك بترسم بمقياس رسم 1:5. ببتدي طبعا ارسم الحائط، طبعا الحائط سمك 25 يعني هتترسم ب 5 سنتي، وزي ما انتم شايفين ادي قائم الحل بيكون 10 في 5 من قطاع 10 سنتي في 5، ال 10 سنتي دي بمقاس 1:5 تترسم 2 سنتي، وال 5 سنتي بمقاس 1:5 هتكون 1 سنتي. طب ازاي؟ احنا اتفقنا ان انا بقسم الطول في الطبيعه على مقياس الرسم، لما نيجي نقسم ال 10 دي على ال 5، ال 10 اللي هي طول عرض القايم، طبعا 10 5 يبقى ارسمها 2 سم، ودي 5 سم هتترسم 1 سم، بقسم ال 5 على 5 يديني 1 سم. طبعا قوايم الدرف بتكون بمقياس رسم عرض 10 في سمك 5، ال 10 هتترسم 2 وال 5 هتترسم 1 سم. طبعا بنعمل المفحار في المنتصف ونبتدي نعمل خط الايه؟ الازاز او اسقاط الازاز. ده طبعا القطاع الافقي بشكل سريع. طبعا بعد كده بنركب البر، وادي الدفين الخشبيه اللي ذكرناها في بعض المصطلحات ان هي عباره عن قطعه خشبيه مدفونه في الحائط عشان تثبيت المشغولات، وهركب عليها مين؟ البر. طبعا زي ما انتم شايفين البر بيتركب على الدفينه وبيتركب على نص الحلق. يبقى اول حاجه برسمها القطاع الافقي، وطبعا ده شباك برسمه بمقياس رسم 1:5. بعد كده ببتدي ارسم القطاع الجانبي، ببتدي ابعد بمسافه حوالي 5 سم، وابتدي ارسم القطاع الجانبي في الجنب عشان خاطر عن طريق الافقي والجانبي هبتدي ارسم المسقط الرأسي. زي ما انتم شايفين القطاع الجانبي بيشبه القطاع الافقي، ولكن موجود في الاعلى ايه؟ عتب، طبعا عتب خرساني زي ما انتم شايفين، لكن من اسفل الحائط، وادي الراس العليا وبتكون مشقوقه نصين عشان نسقط الازاز، بنسميها راس عليا دبل، يعني عباره عن راسين عشان نسقط الازاز ما بينهم ويسقط فين؟ في المفحار في الراس السفلى. بعد كده عن طريق الافقي والجانبي، يبقى القطاع الافقي موجود تحت والقطاع الجانبي في الجنب، بنرسمهم مقاس رسم 1:5، وهنتعرف ازاي نرسمهم، وطبعا هنتعرف في الحالات القادمه ازاي يتم الرسم بشكل بسيط وازاي نستخدم مقياس الرسم بشكل مفصل. زي ما انتم شايفين ده المسقط الراسي للشباك ضلفه واحده، طبعا اللي موجود في المربع الداخلي ده فارغ زجاج، وبيديني هنا القطاع الافقي الف الف، عايز يقول لي ان انا قطعت افقي فبل القطاع الافقي الف الف، وكمان قطعت
رأسي فبني القطاع الجانبي به به، هو باين لك اهوت. بعد كده بيديك رسمة كده صغيرة او خط صغير بيقول لك انا عايز ارسم التفاصيل الخاصة بالشباك عشان خاطر يوضح لي شكل التعشيق وعملية التنفيذ. طبعا ادي تفصيلة واحد واحد، وبنرسم التفاصيل بمقياس رسم واحد لاثنين اللي هو نص الحجم الطبيعي، يعني برسمها بقسم الحاجة على اثنين، يعني العشرة هتترسم خمسة والخمسة هتترسم 2.5 سم. تعالوا مع بعض كده نشوف التفاصيل. طبعا من شكل التفاصيل حاجة كبيرة، وخد لي فعلا التفصيلة واحد واحد في الجزء العلوي زي ما هو محدد لي في القطاع. ومبين لي طبعا ادي الراس العليا دبل، وطبعا ادي شكل الدبل، وادي الازاز بيتم تسقيطه من اعلى عن طريق عمل الراس العليا دبل، ولكن هناك بعض الطرق لتثبيت الزجاج، ولكن نخلينا في الجزئية دي والاهم واللي هي موجودة في الاسواق. طبعا ادي الدفينة الخشبية، وادي معبرة البر من قطاع. دايما نبين على التفاصيل، بنطلع خطوط خفيفة ونبتدي نكتب البيانات بتاعتنا وكمان قطاعات الاخشاب. يعني هنقول ان دي صمدونة او باكيتة من قطاع 2.5 سم × 2.5 سم، معبرة الحلق 10 × 5، الراس العليا اللي هي الدبل 7.5 × 5 سم، والزجاج بيكون سمك 5 ملي، وكمان معبرة البر 7 سم × 2 أو 2.5 سم. طبعا دي التفاصيل الخاصة بالشباك المنور الزجاجي ضلفة واحدة، ودي التفصيلة اللي هي كانت واحد واحد. اما التفصيلة اللي موجودة 2.2 في القطاع الافقي، ودي خاصة بالجنب الشمال اهو زي ما انتم شايفين، حسب القاط اللي هو القطع الموجود سواء في اليمين او الشمال. وطبعا زي ما انتم شايفين ادي البر، قائم البر، وادي الباكيتة، لان الحائط سمك 25 فبركب من الجهة بر وبركب من الجهة التانية باكيتة او صمدونة او ما يطلق عليه في الاسواق ربع عمود. وادي قايم الحلق من قطاع 10 × 5، وادي قائم الضفة. طبعا كل الكلام التفاصيل دي بتترسم بمقياس رسم نصف الحجم الطبيعي، ويفضل ان انت تكتب البيانات بتاعتك والابعاد على الرسم. من ضمن المشاريع الموجودة عندك باب حشو داخلي، 4 حشوات زي ما انتم شايفين. برضو بنبتدي نرسم القطاع الافقي الاول، بعد كده بنرسم القطاع الجانبي ونسيب فراغ، والفراغ اللي هنا زي الفراغ اللي هنا، يعني لو سبت من هنا 5 سم اسيب من هنا 5 سم، لازم أن يكون في تناسق في الرسومات، وكمان لازم أن تكون الخطوط بتاعتك تكون مية واحدة، يعني على استقامة واحدة، ما يكونش في خط تقيل او خط خفيف. وكمان ما ننساش نعمل التشير سواء كان للحائط او للاخشاب، وطبعا تأشير الخشب بيكون حالات سنوية وأشعة نخاعية. وما ننساش نكتب المسقط الرأسي اللي هي البيانات بتاعتي، وكمان بنحدد القطاع الأفقي والقطاع الجانبي. زي ما انتم شايفين دي صورة مجمعة او لوحة مجمعة للمشروع كامل، ادي القطاع الافقي وادي القطاع الجانبي والمسقط الرأسي، وبيوضح لي هنا بشكل كبير ازاي بنرسم القطاع الافقي وادي القطاع الجانبي. طبعا في التفاصيل بنبتدي نكبرها بمقياس رسم نصف الحجم الطبيعي، وما ننساش ان الابواب بنرسمها بمقياس رسم 1:10، يعني هنقسم الطول الطبيعي على 10. يعني معنى بسيط كده، زي ما انتم شايفين ده باب 4 دولاب فارغ زجاج، ادي الزجاج. طبعا دي سواسات، والغرض من السواسات ده ان انا بصغر المساحه بتاعت الازاز عشان ما يتكسرش عند الفتح والايه والغلق. طبعا دي راس سفلى واخده شكل كيرف، وطبعا الراس السفلى، ودايما الراس السفلى بتكون اكبر واعرض عشان هي اللي بتتحمل اجزاء الباب الموجوده من اعلى. تعالوا مع بعض كده نشوف، يعني مثلا لو فتحه المباني 2.10 متر تترسم زي بمقاس رسم. طبعا احنا بنرسم الابواب بمقاس 1:10، يبقى اقسم ال 210 × 10 تديني 21 سم، يبقى الفتحه دي هتبقى طولها على الرسم 21 سم، ودايما الارتفاع بيكون ثابت 2.10 متر، يعني برضو هتترسم 21 سم. ما ننساش نرسم برضو ونحدد التفاصيل، زي ما شايفين دي تفصيلة افقية بتبين لك ادي الحائط. طبعا سمك الحائط 12 بعد المحارة او بعد البياض بيكون سمكه 15 عشان يمشي مع الحل، وال15 دي هتترسم بمقاس رسم 1:10 1.5 سم، ولكن في التفاصيل هترسم بمقاس نص الحجم الطبيعي، يعني ال15 هتبقى 7.5 والخمسة هتكون 2.5 سم. طبعا هنا قايم الضلفة 10 هتترسم 5 والسمك 5 هتبقى 2.5 سم. طبعا هنا الحائط سمك 12 يبقى البر منين؟ من الجهتين. ما ننساش طبعا الحاجات البسيطة دي والفنية اللي بناخد عليها درجات، اللي هي تركيب الدفينة الخشبية.
يبقى دي تفصيلة أفقية. بنوضح برضو هنا التفصيلة الرأسية اللي هي خاصة بالجزء العلوي أو في القطاع الجانبي، بتوضح العتب الخرساني، وطبعا معبرة البر، وادي الراس العليا طبعا دبل، لأن طبعا الباب ده فارغ زجاج وبنركب الإزاز بالتسقيط من أعلى عن طريق عامل الراس العليا دبل. واتفقنا طبعا إن احنا هنكتب الأبعاد بتاعتنا، يعني هنا معبرة الحل هتكون من قطاع 15 × 5، الراس العليا 10 × 5، الزجاج بيكون سمك 2.5 سم. ده شكل منظور لتركيب الباب طبعا بمكوناته، وحابين طبعا نقول المكونات عشان يبقى الطالب عارف مكونات الباب في أثناء دخول طبعا في المنهج، وكمان في مادة الرسم وأثناء التنفيذ في الجانب العملي. زي ما انتم شايفين آدي الحل بتاعي عبارة عن قائمين وطبعا معبرة، مفيش جلسة في الباب، طبعا ده عبارة عن أرضية خشبية. زي ما انتم شايفين يبقى دي أيمين حل ومعبرة، وسميت معبرة بهذا الاسم لأنه بيتم العبور من خلالها. بعد كده ببتدي أركب الضلفة بتاعتي ومكونات الضلفة، قائمين ورأس عليا وأخرى سفلى، وقلنا اتفقنا أن دايما الرأس السفلى بتكون أعرض وأكبر لأن هي اللي بتشيل حمل الباب. طبعا موجود في المنتصف رأس وسطى، احنا قلنا في رؤوس عليا ووسطى وسفلى، طبعا بيتوسطها طبعا الحشوات، وموجود ما بين الحشوات صاري او قائم رأس اهو عشان يفصل ما بين الحشوات وبعضها. بعد كده ببتدي اركب الباب او الضلفة بالحل بواسطة المفصلات، وعدد المفصلات للابواب 3 ولكن في ضلف الشباك بيكونوا 2، وادي الكالون بتاعي او المقبض، وكمان بنعمل كالون داخل الاسطامة، واحنا سمينا الضلف او قائم الضلفة الخارجي قائم الاسطامة. يبقى دي مكونات او منظور لمين الباب انت مش مطالب بيه، ولكن ده للشكل التوضيحي لمكونات الباب الموجودة عندك في المنهج. يبقى احنا كده خدنا مادة، عرفنا مادة التكنولوجيا، وطبعا عرفنا مادة الرسم الفني. دايما مادة التكنولوجيا بيطلب منك رسم بعض التفاصيل، واتفقنا ان احنا بنرسم التفاصيل بتاعتنا بمقياس رسم نصف الحجم الطبيعي، يعني طبعا هرسمها برضو في التكنولوجيا بنفس المقياس اللي هو نص الحجم الطبيعي، يعني الحاجة بقسمها على 2، يعني لو حاجة طولها 15 زي الحل بتترسم 7.5 سم، والخمسة بيكون 2.5 سم، يعني بقسم على كام؟ على 2. يبقى احنا خدنا مادة التكنولوجيا وعرفنا الوحدات الموجود فيها، وكمان خدنا مادة الرسم الفني وعرفنا المشاريع الموجودة فيها، والمشاريع هي اللي موجودة في نجارة الأبواب والشبابيك. يبقى احنا عرفنا ازاي نرسم الأبواب والشبابيك بمقياس رسم 1:10 في الأبواب، 1:5 في الشبابيك. طبعا بعد كده بنتكلم عن حساب الكميات او مادة التخطيط وإدارة الإنتاج. ومادة التخطيط مادة جديدة علينا، الغرض منها ان انا بحدد فيها ازاي اعمل حساب للكميات الأخشاب، سواء كان كشف كمية أو كشف مغلق، وهنعرف إيه الغرض من كل كشف وإزاي ندون الكشوف ديت. طبعا الغرض من كشف الكمية إيجاد أطوال الأخشاب بالمتر الطولي، وده شكل كشف الكمية. أما كشف المغلق الغرض منه إيجاد كمية الأخشاب. يبقى أنا بعمل كشف كمية، مثلا لو أنا شغال في باب بعمل كشف الكمية الباب واحد. أما كشف المغلق بعمله لعدد معين، لو انا ماسك منشأة مثلا سكنية ببتدي يقول لي الباب ده انا محتاج منه تركبوا لي فيه 5 أدوار او 10 أدوار، فببتدي اجيب كمية الاخشاب. يبقى انا بعمل كشف كمية الباب واحد، لكن كشف المغلق بجيب كمية الاخشاب منين؟ من المغلق. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الخشب اللي احنا بنشتغل بيه في التدريبات العملية هو الخشب المسكي، والخشب المسكي دوت بيتم الحصول عليه من مكان بيسمى المغلق، ولكن ليه اطوال، ليه عروض، ليه سمك معين. اطوال الخشب المسكي بتبدا من 3 متر الى 6 متر بزياده قدرها 30 سم، اما العرض بيكون من 7.5 الى 30 سم بزياده قدرها 2.5 سم، والسمك بيكون بسمك بوصه الى 4 بوصه، والبوصه طبعا تقريبا 2.5 سم. طبعا زي ما احنا اتفقنا ان احنا بنزود دايما في اعمال النجارة زيادات تشغيل، وقلنا زيادات التشغيل اللي هي الضفر والتلسين، والضفر ده بزوده في الحاجة اللي بيكون فيها النقر، والنقر ده بيكون في الاوايم زي اوايم الحل واوايم الضلفة، وطبعا بيكون 5 سم من اعلى و5 سم من اسفل. اما التلسين بيكون قدره 2.5 سم، وده بركبه او بعمله زيادة تشغيل في الرؤوس زي المعبرة وزي الرؤوس العليا والوسطى والسفلى، وكمان السؤاسات او الصور. تعالوا مع بعض كده نشوف زيادات التشغيل. زيادات التشغيل المستخدمة الضفر طبعا بيكون 5 سم، 2 × 5 من 100 شغالين بالمتر، وتلسين 2 × 2.5 او 25 من 1000 لان شغالين بالمتر الطولي. وبنزود الضفر في اوايم الحل واوايم الضلفة، اما التلسين في معبرة الحل والرؤوس سواء كانت عليا او وسطى او سفلى.
طبعا زي ما انت شايفين احنا بنركب طبعا الضفر اهوت او بنستخدمه في القوايم. وطبعا زي ما انت شايفين لو حبينا ننقر قريب من القايم بيتم عمليه كسر في القايم او ما يطلق عليها شلع، يبقى احنا بنزود 5 سم في المكان اللي فيه نقر، وقلنا النقر بيكون اما في قوايم الحل او قوايم الضرفه. وطبعا ادي لوح الواح الخشب المسكي، قلنا اطوالها بتبدا من 3 ل 6 متر بزياده قدرها 30 سم، اما العرض من 7 سم ونص ل 30 سم بزياده قدرها 2 سم ونص، اما السمك بيكون من 2.5 ل 10 سم. طبعا احنا كده يا دوبك خدنا مادتين من المواد المقرره علينا، ان شاء الله هنكمل. طبعا حلقتنا خلص، وكنت اتمنى ان انا اقعد معاكم اكتر عشان نتعرف على المواد كلها، ولكن الحلقه بتاعتنا خلاص خلصت. اشوفكم على خير في الحلقات القادمه. دمتم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.